يعني مثل ما تفضلت في التقرير، القطاع البنكي كان هو القطاع الأبرز واللي لعب دور كبير في تسارع معدلات النمو في الأرباح، يليه طبعا من وجهة نظرنا من واقع الأرقام طبعا المواد الأساسية، وتحديدا الشركات البتروكيماوية اللي كان عندها قفزة كبيرة في صافي الأرباح بأكثر من 70% على ما أتذكر، حوالي 73%. ثم بعد ذلك يعني إذا نظرنا لحجم الأرباح الفوليوم، يعني يأتي القطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بنمو تقريبا ب 13%. وطبعا كل هذا تجاهلنا في قطاع الطاقة بحكم أن تأثير أرامكو وطبعا تأثير انخفاض كميات الإنتاج تزامنا أو التزاما مع قرارات أوبك بلس، وبالتالي إذا تجاهلنا يعني ما حدث في أرامكو بالتأكيد أن بقية القطاعات بقيادة القطاع البنكي لعبت دور كبير في تسارع النمو الفصلي. احنا نتكلم الآن عن معدلات حوالي 18-19%، في الربع الأول كانت حوالي 8-9%، وهذا يوضح أن في تسارع، وهذا كله على أساس سنوي. لكن إذا نظرنا إلى الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول، في قفزة بحوالي 24%، وهذا يوضح أن الأرباح الفصلية إذا قارناها مع الربع السابق له قاعد تشهد تسارع، وهذا هو اللي دعم عمليات شراء الأسهم في الأيام الأخيرة بعد إعلان البنوك طبعا والشركات القيادية في البتروكيماويات والاتصالات عن نتائج في الغالب كانت نتائج جيدة تفوق التوقعات. هل تتوقع استمرار هذا النمو القوي لأرباح البنوك في النصف الثاني من هذا العام، خاصة وأن الأنظار الآن تتركز على الاحتياطي الفيدرالي مع توجهات بإمكانية خفض الفائدة إن كان بربع أو نصف في المئة في سبتمبر؟ فكيف سينعكس ذلك على القطاع المصرفي السعودي برأيك، وهل سيبقى الأداء قويا مع النصف الثاني؟ في الحقيقة دائما البنوك السعودية عندها مرونة في التفاعل بشكل ديناميكي مع المتغيرات خصوصا في أسعار الفائدة. لهذا السبب أعتقد البنوك يعني حتتفاعل وحتقدر تتكيف مع انخفاض أسعار الفائدة بالمحافظة على هوامش الربحية والمحافظة طبعا على مستويات الربحية بالنسبة لها. طبعا يتم هذا من خلال زيادة هوامش الربحية على عمليات الإقراض في ظل انخفاض العائد على السندات والصكوك في حال استمرار انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة. لكن المهم في هذا الموضوع أن انخفاض الفائدة لو حدث حيحدث بشكل تدريجي وخفيف، يعني مسألة أن نشوف أسعار الفائدة الصفرية اللي شاهدناها في سنوات سابقة هذا غير وارد مع الأسف يعني حتى هذه اللحظة. وبالتالي أي انخفاض ممكن يحدث، ممكن نشوف انخفاض عن مستويات الحالية من 5.5% إلى مستويات دون 4% على أساس يعني قصير الأجل. لكن إذا نظرنا إلى أسعار الفائدة طويلة الأجل مع الأسف 30 سنة ما زالت تحافظ على مستويات فوق 4%، وهذا يوضح أن أسعار الفائدة قد تهبط قليلا، يعني ممكن 100 نقطة 150 نقطة ممكن حتى يعني 175 نقطة على مدى سنة أو سنة ونص، لكن ستتوقف عملية الهبوط، وهذا بدوره طبعا حيعطي صورة إيجابية للبنوك أن لو حدث انخفاض حيكون انخفاض قصير الأجل وقليل نسبيا، وبالتالي يعني مستويات الأرباح إن كانت قصيرة الأجل أو المتوسطة الأجل أعتقد البنوك لديها القدرة والكفاءة بالتفاعل معها والمحافظة على هوامش الربحية، ومستويات الربحية عند مستويات جيدة قياسية كما هو الحال في الربع الثاني من هذا العام. بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، يعني ذكرت أنه أيضا نتائج شركات البتروكيماويات كانت أو القطاع ككل كان من القطاعات التي سجلت أداء جيد من حيث النتائج في الربع الثاني، ولكن استبيان الأهلي كابيتال يتوقع أنه أسهم قطاع البتروكيماويات ستكون الأضعف أداء خلال هذا العام، فكيف تفسر ذلك؟ والله يعني وجهة نظر، لكن عموما من واقع النتائج الشركات البتروكيماوية في تحسن كبير، يعني مثل ما ذكرنا في قفزة بأكثر من 70%، وفي الغالب هي كانت من شركات بتروكيماوية في قطاع طبعا المواد الأساسية. الشركات البتروكيماوية عزتها بسبب رئيسي إلى تحسن الأسعار بشكل واضح، بعضها إلى تحسن كميات الإنتاج، لكن الملفت هو تحسن الأسعار بشكل كان مفاجأة سارة في الحقيقة للسوق. لكن أيضا في الجانب الآخر أعتقد التقرير لم ينتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن انخفاض أسعار الفائدة اللي تكلمنا عنها الآن أكبر المستفيدين فيها الشركات اللي لديها قروض كبيرة، والشركات البتروكيماوية هي أكبر الشركات المقترضة في السوق، وبالتالي
هناك استفادة كبيرة في الحقيقة متوقعة من الشركات البتروكيماوية في حال انخفاض أسعار الفائدة، خلنا نقول 100 أو 150 نقطة. هذه تعتبر مكسب كبير وتوفير للتكاليف بشكل كبير جدا بالنسبة للشركات البتروكيماوية، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن معظم الشركات البتروكيماوية من نسبة المديونية إلى حقوق الملكية بعضها بالضعفين وبعضها بالثلاثة وبعضهم أكثر من ثلاثة أضعاف، وهي مستويات مديونية مرتفعة جدا في الحقيقة. ولكن طبعا حساسية أدائها ويعني تفاعلها مع أسعار الفائدة، أعتقد الشركات البتروكيماوية أكثر المتأثرين طبعا بالإيجاب بالمقارنة مع القطاع البنكي على سبيل المثال.